اولا ملاحظه برك، احنا ما نسموهاش ليله الشك، احنا ما عندناش الشك لا في الحساب ولا في الدين تاعنا ولا في الرؤيه. احنا كل شيء مضبوط حسابيا حسب الايه اللي تقول الشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاهم؟ هذه اول ملاحظه. احنا نسموها ليله تحري الهلال ماشي ليله الشك. فهمت؟ الى متى نبقى في هذا الشك احنا وكاين الحساب ويعطي يعني الكشوفات يعطيها بالدقيقه والثانيه. اذا الان المعلومات بالتفصيل هي ان ما يسمى بالاقتران اللي هو دخول الشهر الفلكي وليس المدني بالهلال. الاقتران يكون يوم الخميس 20 ابريل على الساعة 4:12 صباحا بالتوقيت العالمي، يعني تكون عندنا احنا 5:12 لان عندنا ساعة زايدة على جي ام سي كما تعلمون. وبالتالي نراقبوا الهلال في المساء يعني بعد غروب الشمس اللي راح يكون على 6:30 يعني 7:30 بالتوقيت الجزائري. بعد غروب هذا الشمس نراقبوا الهلال، ولكن من الصباح من 4 تاع الصباح حتى العشية يكون القمر ابتعد عن الشمس وكون زاوية تقارب 8 درجات. وعلميا في هذه الدرجة الرؤية ممكنة، وخاصة أن الاقتران يكون وقع 4 صباحا قبل زوال مكة، قبل ما نوصلوا خط مكة المدينة يعني. فالشهر الفلكي يكون دخل على مكة ويبدأ تدريجيا يبتعد عن الشمس ويبان في العالم في رؤية عالمية، يرى العالم في العالم الهلال وخاصة في الجزائر. ويعتبر الغد اللي هو الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك اللي هو أول من شهر شوال 1444 كما تعلمون.